الإمارة. إمكانية العرضية نحو أرن أوتوفيتش، وبعد ذلك كوراتسا، كوراتسا، وأفضل انطلاقة للظهير الشاب، وأفضل تعويض، وأفضل تعويض، وأفضل تعويض لكامبياسو. هدف خرافي من كوراتسا ليفتتح النتيجة. كرة نحو القائم الثاني على طريقة ديل بييرو، وهدف لكوراتسا الشاب. أعتقد أن الجناح الأيسر بأيدي يمينة كوراتسا يفتتح النتيجة. هنا مورو العرضية يبعدها دفاع تشيزينا، بعد ذلك لمسة أولى نحو القائم الثاني، وهدف عالمي من كوراتسا. بوم نحو القائم الثاني، كانت هناك لمسة من الدفاع، نرى من هذه الزاوية ربما، ولكن بيسيري فيرغسون، زيركزي، كرة بالكعب من زيركزي، والهدف الثاني لبولونيا. عملية ولمسة ساحرة من زيركزي، يخدع دفاع تشيزينا بالكعب، وبعد ذلك يضع الكرة في الشباك. الهدف الثاني لبولونيا، والآن التأهل شبه أكيد لرجال تياغو موتا. نرى الإعادة، سيركسي يراوغ بمهارة ويضع الكرة في الشباك. كانت هناك لمسة من مدافع تشيزينا بياشنتيني، ولكن هذا لا ينقص من جمالية وعملية ومهارة زيركزي، تمويه والتفاف وتحرك بالكعب، وبعد ذلك باليسار.